قبل 2000 سنة من أهم المقدسات في الديانة المسيحية هو الكيغارد أو حربة الرمح الذي طعن به السيد المسيح وهو على الصليب. وصل كيغارد إلى أرمينيا بيد الرسول تاديوس. عجبا، هل هناك كيغارد مشابه للذي موجود في أرمينيا؟ احتمال أن يكون هتلر قد رغب أن يمتلك كيغارد المقدس. لنرفض الزية ونكتشف معا الحقيقة. استنادا إلى الرسول يوحنا، بعد أن صلب السيد المسيح تقدم أحد جنود الرومان وأدخل رمحه بجنب المصلوب لحد قلبه ليتأكد هل هو ميت أو حي، إلا أنه سال من مكان الرمح دم وماء. أن حربة الرمح باللغة العبرية تعني كيغار، وبعد أن طعن النبي المخلص وهو على الصليب تحول كيغار من أداة قتل إلى أحد الأدوات المقدسة في العالم المسيحي. ومرورا بعدة قرون هذا الكيغار المقدس اليوم يتواجد في كاتدرائية إتش ميادزي. هذا هو كيغارد المقدس، رأس الرمح الذي طعن به السيد المسيح وهو على الصليب. الراوي والمؤرخ المشهور موسيس خوريناتسي يشهد بأنه في القرن الأول كان الملك أبكار ملك يديسيا يعاني من مرض العضال، فكتب رسالة التماس للسيد المسيح ليعالجه. كتب الملك: لقد سمعت بأن اليهود مستاءون منك ويريدون أن يعذبونك، لكن أنا لدي مدينة صغيرة وجميلة تسعنا نحن الاثنين. فرد عليه سيد المسيح بأنه سيرسل له أحد تلاميذه، وكان ذلك الرسول تاديوس. فبعد صعود السيد المسيح للسماء ذهب الرسول تاديو إلى يديسيا وكان معه رأس الرمح المقدس، وهناك شفى الملك من مرضه العضال الذي لازمه لمدة 12 عاما. أما الرسول تاديوس عبر إلى مملكة هايك الكبير ومعه الكيغار المقدس واستمر بنشر الديانة المسيحية. هناك رأي آخر حول وصول الكيغارد إلى أرمينيا. كان هناك قائد وكان ضريرا، فاقترب من الرسول بطرس وترجى منه أن يشفيه، فأعطاه بطرس جزء صغير من الخشب الذي صلب عليه السيد المسيح والكيغارد. وبعد أن شفى هذا القائد أخذ الكيغارد وعاد إلى بلده كابادوفكي وبدأ يعالج المرضى بواسطة الكيغارد. وبما أن المسيحيين كانوا مضطهدين وعلى مقياصرة الرومان الوثنيين بأمر حكم على القائد بقطع رأسه. ولاحقا أخفي الكيغارد في أحد أديرة هايك الصغير، وعند غزو السلاجقة أخفي الكيغارد مع جزء من خشبة الصليب في إناء فخاري ودفن في التراب. وبعد 177 عاما استطاعت أحد النساء المنطقة بعد أن حلبت 3 مرات أن تعثر على الآثار المدفونة. وإن كانت قصص دخول كيغارد إلى أرمينيا مختلفة، إلا أنها كل القصص تشهد بأنه دخل في القرن الأول وهو الآن موجود في كاتدرائية إتش ميادزي. هذا هو الكيغار المقدس والذي يحمل عليه قطرات دم النبي عيسى السيد المسيح. وأنا فخور جدا لأنني الآن واقف أمامه. أبونا أسألك، كيف ظهر كيغار في أرمينيا؟ الأسطورة تقول بأن كيغار كان من حصة الرسول تاديوس، وهو جاء من القدس إلى مملكة هايك الكبير ليبشر المسيحية. في البداية كان في بلاد وادي الرافدين، ثم يديسيا
وزار الملك أبكار، ومن بعده دخل حيث الكبير في باسبوراغان. مقاطعة أرتاك حيث استشهد الرسول كاديوس هناك، والشهادات الكنسية تثبت وتؤكد بأن كيغارد بقى مدة طويلة محفوظة في باسبوراغان. وأول شهادة تحريرية كتب من قبل الأسقف سركيس بعد اختراع الأحرف الأبجدية الأرمنية مباشرة. هنا نشاهد كتابات مسجلة. ما هي هذه الكتابات؟ ومن الذي كتبه ومتى؟ نعم، هنا موجود تسجيلان. الأول كتبه الأمير بروشيان، حيث كانت مسجلة على الحافظة الأولى للكيغارد، والثانية كتبها الكاهن دافيد فارتابيل عام 1687 عندما تم تجديد حافظة الكيغارد. هذه التسجيلات أيضا شهادات تاريخية وذكريات مرتبطة مع الكيغارد المقدس، وتثبت بأن الكيغارد منذ عام 1268 كان محفوظا في دير آيري. الروايات الأخرى المتعلقة بكيغارد المقدس ودير كيغارد تعود للقرن الثالث عشر، فلنتوجه إلى دير كيغارد معا. Սուրբ Գեղարդավանք գտնվում է Կոտայքի մարզում։ Հիմնադրվել է 4-րդ դարում եւ կոչվել Այրիվանդ։ 13-րդ դարից սկսած ի պատիվ Սուրբ Գեղարդի կոչվել է Գեղարդավանք։ Հեռավորությունը Երևանից 37 կիլոմետր։ في القرن الثالث عشر كانت أرمينيا تتعرض للغزوات، لكن أمراء الأرمن تمكنوا من حماية الكنائس الأرمنية من الغزاة المغول والاحتفاظ بالديانة المسيحية. والمزيد، في تلك الفترات بدأوا ببناء الأديرة والكنائس وبناء الكنيسة الرئيسية في دير آيري والكنائس المحفورة في الصخور وغيرها. إن هذه الكنيسة المنحوتة بالصخور تعتبر من أشهر الكنائس الأرمنية، وحسب الروايات أسسها القديس كريكوب المنور، وهي من أكبر المنحوتات الصخرية في أرمينيا. القرن الثالث عشر يعتبر فترة ازدهار لهذه المنطقة، لأن الأمراء زكاريان وبروشيان أسسوا هذا المجمع واحتفظوا بالكيغارد المقدس هنا منذ ذلك الوقت. الأمير بروش عام 1252 اشترى دير آيري من الأمير زكاريان، وكان بنيته توسيع المجمع الكنائسي. في القرن الثامن عشر تم تحويل الكيغارد المقدس إلى مكان الكرسي الرسولي في إتش مياتين لحمايته من الأعداء. في يوم ذكرى دير كيغارد جلب كيغارد المقدس إلى هنا وأبقي يوما، ومن كان مريضا ومن كان له أمنيات قبلوه ولمسوه وصلوا له. حسب الروايات دير آيري تأسس في بداية القرن الرابع
في السنين الأولى لاعتماد أرمينيا الديانة المسيحية كدين رسمي للدولة. في هذه الصخور ليومنا هذا توجد عدة كهوف التي كانت أماكن اعتكاف. هنا اعتكف القديس كريكور المنور عندما سلم كرسي الكاثوليكوس لابنه. جاء وعاش هنا لنصعد للأعلى ونراه. هذه إحدى كنائسنا التي حفرت بالصخور، كنيسة الحوض المقدس، وسميت هكذا لأنه بعد الانتهاء من الكنيسة بدأ الماء يجري من جداره. وفي القرن الرابع والخامس والسادس عشر كان هنا في هذا الحوض يجري مراسيم التعميد. يروي الكاهن بأنه قبل سنتين جاءت امرأة وطلبت أن نصلي على الماء لتأخذه إلى أحد أقاربها الذي على فراش الموت، وبعد أسبوع عادت وقالت بأن المريض قد شفى وأن الأطباء طلبوا المزيد من هذا الماء، وأن المعجزات هنا لا ترتبط بهذا الماء فقط بل بكل جزء، وكل حجرة هنا قادرة أن تعمل معجزة. من هذه الكنيسة واضح لنا اسم المهندس المعماري لهذه الكنائس التي حفرت بالصخور، حيث اسمه كالزالك ومسجل في الأعلى هناك، ومكتوب أيضا كل من يدخل هذه الكنيسة ويصلي فليذكرني أيضا في صلواته. غالزاك كان يحفر الكنائس من فوق من هناك، وهناك رواية بأن أخته كانت تدلي قطعا من الأقمشة المحاكة وتسحب الأنقاض إلى فوق. لقد قام الأمير بروش بشراء دير آيري من عائلة الأمير زكريا وقام بتوسيعه، وبعد ذلك تحول إلى ضريح لعائلة بروشان، ومتحف احتفظ به الكيغارت المقدس الذي صبغ بدم المخلص المسيح وآثار مقدسة أخرى. في الحقيقة السيد المسيح طعن برمح واحد بجنبه، إلا أنه يتواجد في العالم المسيحي أربعة رماح يدعون بأنه الكيغار المقدس الحقيقي. الأولى تتواجد في الفاتيكان، والأخرى في بولندا، وأخرى في النمسا، والرابعة في أرمينيا. لنتابع معا ما حيك حول الكيغارت. ميخائيل آثوري باتميتشانش. يقول الراوي الآثوري المعروف ميخائيل أنه عندما زار بابا روم القدس، رجال الدين هناك عرضوا عليه كيغارد وقالوا أنه الذي أدخل بجسد المسيح. البابا استغرب وقال لهم: ما هذا؟ أنا أعرف بأن الكيغارد الحقيقي أخذه الرسول تاديوس معه إلى مملكة هايك الكبير، فما هذا؟ الواقع أن ذلك الكيغارد كان نسخة مماثلة، حتى البابا لم يقتنع به. لكن ماذا حيك حول تلك النسخة المماثلة؟
الراوي أتناس الإسكندراني يروي بأنه كان هناك بيت صغير خال وكانت بالسابق تسكنه عائلة مسيحية وكان على الجدار معلق صورة السيد المسيح فدخل اليهود البيت وشاهدوا الصورة وقالوا يجب أن نتصرف مع هذه الصورة مثلما آباءنا تصرفوا مع المسيح فأدخلوا الرمح جنب المسيح فإذا فجأة الدم مع الماء يخرج من مكان الطعن وكان له خصائص بعلاج المرضى ذلك الكيغارد نقل إلى أنطاكيا وسلم لدير الرسول بطرس وفي القرن الحادي عشر حمله الصليبيون أمام جيوشهم في معركتهم مع العرب وانتصروا في المعركة وبعدها سلموا الكيغارد لقيصر البيزنطيين عندما احتل الأتراك القسطنطينية عام 1453 كانت القيصرية البيزنطية قد انهارت وعلى أنقاضها تشكلت الدولة العثمانية وخلالها عثروا على الكيغارد رأس الرمح الذي كان موجودا في بيزنطة وفي عام 1480 وبمناسبة توثيق العلاقات مع روما أهدوا الكيغارد لروما أما ما يخص الكيغارد المتواجد في النمسا بعد الفحوصات استنتجوا في عام 2003 بأنه يعود للقرون الوسطى أما الكيغارد الموجود في بولندا فوضع جانبا لأنه كان نسخة من ما موجود في النمسا لكن حول هذه الرماح هناك أيضا قصص مثيرة في التاريخ إيمانا بأن الكيغارد يجلب النصر له فقد قضى الشاب هتلر جزء كبير من يومه في فيينا في صالة المتحف حيث كان الكيغارد معروض فيه لأنه حسب الروايات كان قد حقق النصر لكارلوس الكبير حتى النسخة المطابقة للكيغارد لم تخدم الشر وعرض أدولف هتلر إلى خسارة ساحقة الروايات حول الكيغارد المقدس تبدأ من أيام الرسول تاديوس وتمتد ليومنا هذا بما أنه فندت الروايات حول الكيغاردات المزيفة دعونا الآن نبحث عن الروايات والمعجزات التي تحققت من خلال الكيغارد المقدس الحقيقي المتواجد في أرمينيا في القرن الرابع عشر تيمورلينغ وصل إلى هذه المنطقة أحد جنوده قال له بأن رمح أحد قادة الرومان محفوظة في هذه الكنيسة الموجودة داخل الوادي فسارع تيمورلينغ للاستيلاء عليه لكن عندما دخل فوج الطاغية داخل الدير وجدوا أن الكيغارد واقف على مذبح الدير حاول قسم منهم أن يمد يده ليأخذ الكيغارد إلا أن أيديهم تدلت للأسفل كالحبل والقسم الآخر فقدوا بصرهم بالنظر إلى الكيغارد المقدس وقسم آخر سقطوا أرضا دون حركة وعندما شاهد تيمورلينغ ما حدث انتابه الذعر فركع على ركبتيه وبدأ يصلي ناسيا نفسه من هو حول معجزات الكيغارد المقدس توجد العديد من الشواهد لكن للأسف الشديد خلال غزوات القرن التاسع عشر فقدت أيضا المخطوطات اليدوية التي كانت فيها مسجلة كل شيء عن كيغارد والمعجزات التي تحققت من خلاله أبونا أسوغيك الكيغارد عمل عليها هذا النحت لاحقا
نعم فعلا لاحقا، لا نعلم تحديدا في أي فترة زمنية نحتت، ولا توجد أي معلومات تحريرية حول هذا الموضوع. المعجزات التي تحققت من خلال الكيغارت المقدس، ليسوا الأرمن هم وحدهم من يؤمنوا به، بل الجورجيون أيضا والمسلمون. في عام 1797 عندما انتشر وباء الطاعون في جورجيا ولم يتمكنوا من الوقوف أمامه، فترجى بشدة الملك جورجي ملك جورجيا من الكاثوليكوس غوغاس أن يعطي الموافقة لينقل الكيغارت المقدس مؤقتا إلى جورجيا. ولإنقاذ الجار من الوباء قرر الكاثوليكوس أن يرسل الكيغارت برفقة اثنان من الكهنة الأرمن إلى جورجيا، وفعلا عندما كانوا يتجولون في جورجيا رافعين الكيغارت المقدس ويؤدون الصلوات، بدأ بسرعة اختفاء وباء الطاعون. بعد أن اقتنع بأن الكيغارت له قوة رائعة في تحقيق المعجزات، قرر ملك جورجيا غدرا الاحتفاظ بالكيغارت وأن لا يعيده لأرمينيا. ففي عام 1800 حيث كان الأسقف هوفانيس يخدم في تبليسي، أخذ الكيغارد المقدس خلسة ونقله إلى الكرسي الرسولي في أجمياتين في أرمينيا، وعلى أساس عمله هذا استحق أن ينال لقب الأسقف هوفانيس. ولاحقا منذ عام 1805 ولغاية 1815 استمروا بنقل الكيغارت إلى جورجيا للغاية نفسها. هناك العديد من الحقائق والمعجزات التي تحققت من خلال رأس الرمح الذي طعن به السيد المسيح، إلا أننا لا يسعنا أن نكشف كل هذه المعجزات في هذه الدقائق القليلة. ومع ذلك فأن الكيغارت المقدس المتواجد هنا هو الوحيد ما زال يبارك ويخدم البشرية ويعالج، وليومنا هذا كما كان قبل عدة قرون لحد الآن يستخدم الكيغارت المقدس في تحضير الميرون المقدس. أصدقائنا الأعزاء، شكرا لمتابعتكم التقرير، وأأمل أن أكون قد وفقت بتقديمه بالشكل الذي يليق بالكيغارت المقدس. كان معكم هايك دانيال من قناة أرارات للسياحة. Thank you.